قد تكون هناك اشياء هنا يمكنك تدبر امرك بها كصغار النسور لكن ان اردت الصعود الى هنا التشذيب التشذيب يسبق دائما النمو الجديد هل كان لديكم يوما هذا الانطباع يا الله انت تبالغ بعض الشيء هنا اني الن تترك لي شيئا وتاملت في ذلك مرارا احضر ديف احدهم ليشذب شجره كانت يوما في حديقتنا الاماميه وحين عدت الى المنزل من العمل قلت له لقد دمرت واتلفت شجرتنا بالكامل اني لم يبق منها ما يذكر فقال راقبي وسترين ولم يمض وقت طويل حتى أصبحت أفضل بكثير مما كانت تبدو عليه إذا حين يتعامل الله معنا ويشذبنا نحن نقول أحيانا ولكن ما الذي تفعله؟ أنا لا أفهم شيئا هذا مؤلم هذا ليس عدلا لكن آه ستكونون أفضل حالا بكثير يمكنني أن أقول لكم بصراحة إنني لم أنل يوما ترقي من الله في أي من مجالات حياتي وأعني بذلك الانتقال من مستوى إلى آخر لم أنا اليوما أي ترقية من دون أن يكون على الله التعامل معي بشأن شيء على هذا المستوى لم أستطع أخذه معي إلى ذاك المستوى قد <applause> تكون هناك بعض المواقف والتصرفات التي تتدبرون أمركم بها الآن لكن إن أردتم الارتفاع إلى المستوى التالي فعلى تلك الأمور أن تذهب أحب أن أقول أحيانا إنه عند كل محطة ينزل شخص من الحافلة ويصعد إليها آخر اذن في كل مكان تتوقفون فيه ان اردتم قصد المكان التالي فسينزل شخص وسيصعد شخص اخر امين والان لنتكلم عن النسور يقول الكتاب المقدس منتظرو الرب يجددون قوه يرفعون اجنحه كالنسور ولا يقول انهم يرفرفون كالدجاج لدي رساله بعنوان هل ترفرف ام تحلق هل تحلقون مع النسور ام ما زلتم ترفرفون كالدجاج وتثيرون الغبار ولا ترتفعون عن الارض حسنا صغار النسور يحظون برعايه جيده كصغار المسيحيين و ماما النسر تصنع لهم أفضل عش على الأرض فيكون مليئا بالريش والأغصان الصغيرة والأوراق وهي تجمع كل أنواع الأشياء وهذا العش هو حقا عش صغير رائع والنسر الصغير يستلقي في العش يشعر بالجوع تعلمون ما يفعله النسور وماما تطير وتجد الطعام وتحضره وتطعمه للنسر الصغير فيبدو جميلا وسعيدا <applause> تماما كالمسيحي الصغير تعلمون إن أردت أن يصلي أحدهم لأجلك جد شخصا خلص للتو فالله سيفعل له أي شيء لفترة قصيرة من الوقت وبعد ذلك ستكون وكأنك في شهر العسل ستقول <applause> هذا رائع جدا وبعد فترة قصيرة ستقول ماذا؟ وعندما يحين الوقت ليقوم النسر الصغير بالطيران، علما أن الله يريدنا جميعا أن نطير، آمين؟ أن نحلق مع النسور، سيكون الأمر رائعا إن قالت لنا ماما: حسنا صغير، حان وقت الخروج من العش والطيران، ذاك النسر الصغير لن يخرج من ذاك العش، فكل شيء أعمل لصالحه فيه، لا يود الرحيل، وما أقوله لكم حقيقي، وهكذا الأم النسر تبدا يوما بعد يوم بسحب كل الاشياء من العش والتخلص منها الاشياء المريحه كالريش وقطع المطاط التي قامت بجمعها من على الارض الاشياء الناعمه المحتضنه وقريبا جدا لن يبقى للنسر الصغير شيء ما خلق عده العش التي هي مصنوعه من الاشواك بعض الأغصان القديمة الخشنة القوية والمتينة لكن غير المريحة. إذاً لنقل من أجل الكلام عن هذا الأمر. عندها صعد النسر الصغير وفكر قائلاً: حسناً لا أدري، لم يعد هذا مريحاً جداً، قد يكون الوضع أفضل بكثير في الخارج. وماما قدمت إلى الصغير خدمة كبيرة، أتت وانقضت والتقطته وطارت به في الفضاء الواسع، <applause> ثم رمته. وقبل ارتطامه بالأرض انقضت ماما نحوه آه. ماما أنت تحبينني رغم كل شيء من منكم يفهم هذا وعادت به إلى فوق وتتكرر تلك العملية وتتكرر وتتكرر إلى أن يبدأ أخيرا به هذا ما يريده الله منا. في اشعياء الاصحاح الثالث الايه واحد يقول الكتاب المقدس ان الله ينزع من تحتنا السند. دعوني اطرح عليكم سؤالا ما الذي يسندكم؟ الله يريدنا ان نكون متاصلين ومتاسسين في الكلمه ومتاصلين ومتاسسين في محبه الله بحيث لا يمكن لشيء ان يسرق منا ثقتنا. ورغم أننا قد نشعر بالخوف إلا أنه لن يوقفنا وسنكون جريئين في الله لمتابعة المضي قدما، وحتى لو انقلب علينا أفضل أصدقائنا قد نتألم لكن ما زال لدينا يسوع في حياتنا. هيا الآن. ماذا يعوزكم لتبقوا أقوياء؟ ماذا يعوزكم لتبقوا أقوياء في الرب؟ أهم أصدقاؤكم المسيحيون من يشعركم بالرضا عن أنفسكم؟ أهو عملكم الذي يشعركم بالرضا الكامل عن أنفسكم؟ إليكم قصة قصيرة. بعد تعليم الكتاب في المنزل لخمس سنوات، كانت المرحلة الثانية أنني عملت في كنيسة في مدينتي لخمس سنوات، وتعلمت الكثير هناك، فقد مررت بأوقات جيدة وأوقات عصيبة. واكتشفت أننا لا نكون مؤهلين لتولي السلطة حتى نتعلم أن نخضع للسلطة وهذا لم يكن سهلا جدا علي لذا أقول لكم إن كنتم تنتظرون ترقية لتؤسسوا عملكم الخاص لكنكم تجهلون كيف تخضعون للسلطة حيث أنتم الآن يمكنكم أن تفعلوا بهذا ما تشاءون وهكذا بدأ الله بالتعامل معي أراد أن أترك عملي هناك وابدا هذه الخدمه حسنا كنت خائفه جدا وكنت اسمع باستمرار خذي خدمتك اذهبي شمالا جنوبا شرقا وغربا والمشكله لم يكن احد يعرفني هناك كانت لدي خدمه صغيره في سانت لويس وكنت على اذاعه محليه واحده فقط فالى اين ساذهب شمالا جنوبا شرقا وغربا حين يريدكم الله ان تفعلوا شيئا ان بقيتم تتلكؤون فقد تصبحون بائسين جدا من الداخل أتعرف ما معنى أن يكون الله يتعامل معك ويتعامل معك ويتعامل معك؟ والأشياء التي كنت أحبها قبلاً كلقاءات المؤمنين وتلك الأمور كلها أعني أنني بدأت حقاً ب ما كنت أفعله توجست منه لم أعد أريد فعله ولا ذهب إلى الكنيسة كنت يائسة لا أدري ما خطبي لا أدري ماذا دهاني باختصار ليس لدي وقت لأروي القصة كلها تواصل الله معي فتركت عملي مع مكتب منبعج وآلة حاسبة وأقمت اجتماعا شمال سانت لويس شرقها غربها وجنوبها اجتماعا في كل طرف إذ قال الله اذهبي شمالا جنوبا شرقا وغربا وأنا كطفلة صغيرة حاولت فعل أفضل ما يمكن فعله لكنني اكتشفت شيئا لم أكن أعرفه حين كنت في ذاك العمل أحيانا حين يكون لدينا شيء ما نحن لا نعرف حقا كم نعتمد عليه إلى أن يهزه الله ويزحزحه بماذا تضعون ثقتكم؟ ستبقى تثق إن خسرت أصدقائك؟ أيمكنك أي أن تثق بالله مع أنك اتخذت قرار الاستمرار والنمو مع الله وتعرضت لرفض من قبل مجموعتك؟ هل ستواجه ذلك وتبقى مع الله أم ستنهار وتعود لمحاولة إرضاء الناس؟ أخاطب الأشخاص الذين يريدون البقاء مع الله. أنا لا أخاطب الذين يريدون أن يبقوا نسورا صغارا. اخاطب اليوم الاشخاص الذين يريدون ان يصبحوا نسورا امين اتريد ان تطير او ان ترفرف القرار لك اذا ضعوا في اعتباركم انني حين عملت في الكنيسه كنت امراه جد محبوبه هناك كنت اقوم بالقسم الاكبر من الوعظ حين يغيب الراعي كنت مساعدة الراعي علمت في كلية اللاهوت كان لدي اجتماع سيدات مرة في الأسبوع وكنا يأتينا إليه وكان حدثا جميلا في المدينة كان لدي موقف سيارة باسمي في المقدمة <applause> نحن نحب رؤية أسمائنا هيا الآن كان لدي مقعد في الصف الأمامي يحمل اسمي وكان لكل خدمة لافتة خارجا جويس ماير، ديف ماير، مقعدي لي وحدي. كان لدي مكتب مع اسمي على الباب، ولوحة تحمل اسمي على مكتبي. كان اسمي في المجلة كل أسبوع، كعضو في الخدمة. إذا كنت مهمة. هيا هل تسمعونني؟ وهكذا حين تركت لم يعد اسمي على موقف السيارة وصرت أبحث عن موقف لم يعد اسمي على المقعد وصرت أجلس أين مكان لم أكن أعرف ما الذي يجري لم أكن أدعى إلى لقاءات العضاء لم أكن أدعى إلى الأمور الخاصة التي تقوم بها القيادة لذا حين كنت أذهب إلى الكنيسة الأحد كنت أشعر أنني لست في مكاني وكأنني لا لا شيء وهذا لا يريده الله لكم ولم يكن يريده لي لقد جردني أو تعامل معي لمدة طويلة حتى ابتعدت عن كل ذلك لأن الله كان سيرفعني إلى ما أصبح هذا الآن لكن لا أدري إن كنا ندرك كم يغرينا أحيانا أن نهرع عائدين إلى مكان لنا بدلا من أن نمضي قدما إلى ما ينتظرنا هيا انا اخاطب شخصا ما اليوم حسنا كثيرون منكم هم الان فيما ادعوه الوسط كانت لكم بدايه توجهتم الى مكان والان انتم في الوسط لا تستسلموا في الوسط اذا اصبحت اجتماعاتي اصغر بعدما تركت الكنيسه <applause> عملت بجد اكبر كنت وحيده ومتروكه كثيرا وحين نظرت الى الامر فكرت هذه ترقيه يعني كنت اريد العوده الى مكان لي كم من امراه تستمر في العوده الى رجل يكلمها باحتقار تام ويذلها وربما حتى يقوم بضربها يستغلها ويسيء معاملتها فتهرب منه ثم تشعر بالوحده ويصعب الامر ويقول لها بضع كلمات جميله فتهرول اليه اريدكن ان تبقين في اي مكان يريدكن الله ان تبقين فيه ولا ادعو الى الهرب من الصعوبات لكن تستحقن اكثر من مجرد شخص يضربكن ويسيء معاملتكن ويستغلكن واسمعنني انتن لا تساعدن ذاك الشخص بالسماح له بفعل ذلك ان لم تفعلن ذلك من اجلكن فافعلنه من اجلهم السارق ياتي ليذبح ويسرق ويهلك قال يسوع انا اتيت لتكون لكم حياه ولتستمتعوا بها ولتكون لكم بوفره حتى الملء والصيد انتم قيمون لا فكره لديكم كم من مره كنت اعود مهروله الى ذاك العمل الذي كان بابا مفتوحا لي كنت استطيع العوده في اي وقت لكن يسرني أنني فعلت الشيء الأصعب يخيفني أحياناً التفكير في كل ما نتخلى عنه حين لا نمضي قدماً في فيليب ثلاثة قال بولس أنا أفعل شيئاً واحداً مع طموح واحد أنسى ما هو وراء وأسعى نحو الدعوة العليا أسعى نحو الدعوة العليا مر وقت في حياتي تعامل فيه الله معي بقوة بشأن أشياء أراد مني فعلها مع والدي وأنا لم أفهم في ذلك الوقت لما يطلب مني الله أن أنفق المال وأرعى شخصين لم يفعل لي حقاً أي شيء في حياتي شراء منزل لوالدي مع الأثاث العناية بهما الحرص على حصولهما على البقول وجزي العشب لديهما وضعهما في مركز لرعايه المسنين ولكن لماذا قد يطلب مني الله ان افعل شيئا كهذا لم يكن ذلك عادلا ابدا اتعلمون الله يفعل ذلك معنا دوما باختصار لا يمكنني ان اشرح لكم ذلك لكن شيئا مدهشا حدث في خدمتنا بعد ان تخليت اخيرا عن تلك المراره وتخليت عن ذاك السخط واصبحت على استعداد للسلوك بالمحبه مع والدي وكبرنا انا احاول القول لكم ان لدى الله ترقيات لكم لكن هناك اشياء لا يمكنكم اخذها الى المستوى التالي اتعلمون لماذا مستوى جديد شيطان جديد قد تكون هناك اشياء هنا يمكنك تدبر أمريكا بها كصغار النسور لكن إن أردت الصعود إلى هنا فلينزل شيء من هذه الحافلة قبل ذهابها إلى هناك آمين علمت الكتابة في المنزل لخمس سنوات ثم شعرت أن الله يطلب مني التخلي عن ذلك وقال سأصنع شيئا جديدا كنت متحمسة نعم شكرا للرب سيتحقق حلمي الان وفكره الله عن الشيء الجديد كانت انني لم افعل شيئا لسنه كامله لقد وضعني على الرف هل انتقلتم مره من الاتيان بقليل من الثمر الى لا شيء كنت اتي بقليل من الثمر ثم لم اعد اتي باي ثمر لكن في النهايه اتيت بثمر كثير حسنا دعوني اخبركم عن الثمر القليل كنت أعلم خمسا وعشرين شخصا في غرفة جلوسي والآن بالطبع لدي لدي امتياز تعليم الناس في كافة أنحاء العالم إذا من خمس وعشرين وخلال ذلك عملت في الكنيسة وفي أشياء أخرى لكن كانت لدي بعض الأشياء في هنا لم تصل إلى هنا <applause> كان لدي خوف وعدم أمان آه، كنت أمضي وقتا طويلا في مقارنة نفسي بالآخرين وكان الله يريد أن أكون أنا وتكون أنتم الله لا يبحث عن نسخة من أي شخص بل يريد نسخة أصلية جديدة أمين أتسمعونني نسخة أصلية جديدة لذا كونوا أنفسكم لأن الآخرين محجوزون تعلموا ايضا ان تحبوا انفسكم وتقدروها يمكنكم حتى ان تحبوا انفسكم باتزان اذ اينما ذهبتم ستجدون انفسكم اذا سمعت هذه القصه واظنها حقيقيه فانا لست عالمه نبات لكنها حقيقيه شخص يقول ان لديه بستانا من اشجار الدراق كل شيء يبدأ ببذرة، نزرع بذرة وفي النهاية نحصل على شجرة وننتظر الثمر، إذا انتظرتم الثمر والآن اربطوا ذلك بحياتكم، انتظرتم الثمر والآن فجأة حان الوقت وها أنتم ترون هذا الدراق الصغير الصغير جدا اللطيف الصغير يظهر على الأغصان. اه شكرا لله ثمر. لكن المزارع الذكي حقا والفطن يذهب ويقطفها كلها ولا يدعها تكبر لانه ان هو منعها من حمل تلك الفاكهه الصغيره جدا ثم بعد عام أو اثنين والعام التالي يفعل الشيء نفسه ربما تكون ثمرة أكبر في العام التالي لكن يقول ليس هذا ما أريده بعد ف يقوم بقطفها أعني لو كنتم الشجرة فكروا لابد من أنك تمزح انتظرت وقتا طويلا ولقد عملت بجد ولقد وقفت هنا ووقفت هنا وانتظرت وانتظرت والآن أخيرا لدي ضراق وأنت ستقطفه وترميه إن لم يكن لديكم فهم روحي فأنتم لا تتابعونني على الإطلاق أعني <applause> تقولون هذه المرأة فقدت عقلها لقد تكلمنا عن كل شيء من ديف على القاعدة إلى رمي الدراق إلى <applause> على هذا المرح لا يكون قانونيا صباح السبت لكن المزارع الذي يفعل ذلك إذا تمكن من التمهل لسنتين أو ثلاث رباه فسيحصل على أفضل وأكبر وأصح دراق رأيتموه في حياتكم حسنا إذا لدي درس الكتاب ولدي الدراق الصغير لدي خمس وعشرون شخصا يأتون كل أسبوع نجلس في غرفة الجلوس أعلم الكتاب المقدس ويذهبون ثم يعودون الاسبوع التالي كان ذلك جميلا كانت فتره جميله في حياتي وقال الله اوقف هذا ها انا اصنع شيئا جديدا وهكذا السنه التاليه حاولت ان اتشبه بجارتي ربما سمعتم هذه القصص ولن اجعلكم تملون بسماعها ثانيه لكنها كانت ملكه الفنون والحرف وانا لم اكن كاي امراه عاديه أعني لم أكن بارعة في تزيين المنزل فأنا من الأشخاص الذين يجلبون الأثاث ويضعونه فيبقى كما هو عشرين سنة فيما هي تحركه طيلة الوقت وكل شهر حين تدخلون منزلها يبدو وكأنه منزل جديد وكانت تجوز العشب وترسم في أثناء غياب زوجها وكانت تصنع تعليق نباتاتها وتصنع كل أنواع الأشياء وأنا لم أكن أعرف أن أدير جزازة العشب وإن كان ديف يريد بقاء زر على قميصه فعليه أن يخيطه بنفسه وإلا وقع إن خطه. لكن الشيطان بدأ يقول لي، قلت إن الشيطان بدأ يقول لي: عليك أن توقفي كل تلك الأمور بشأن تغيير العالم، وأن تستقري وتكوني امرأة عادية. هيا، عليك أن تكوني مثل أي شخص آخر. سمعتموني؟ اذا بدات جارتي بتعليم الخياطه وكانت لديها حديقه ففكرت يجب ان تكون لدي حديقه <applause> يا لها من سنه تعسه بائسه كنت اريد ان اطرد الشياطين وها انا احاول ان اعلب الطماطم <applause> هل يملك أحد الشجاعة لاتباع قلبه؟ إن كنتم ممسوحين لتعليب الطماطم فافعلوا ذلك، ما من سوء في ذلك أبدا، لكن لا يمكن أن نكون مثل الآخرين، إذا لم تنجح الخياطة وكان ذلك جنونا، ولم تنجح الحديقة، إذ كان الوقت قد حان لتعليب الطماطم، فجاءت الحشرات وثقبتها ليلا. كانت في البيت المجاور، ليس أبعد من هنا إلى الطرف الآخر من المنصة، وبقيت طماطمها سالمة. <applause> وطماطمي تلفت. وكنت حتى قد صليت عليها لأنني كنت امرأة إيمان. <applause> هيا الآن. <applause> أنا آسفة لم يتسنى لي الذهاب إلى كلية لهود، ذهبت فقط إلى كلية الروح القدس. إذا اتصلت بها وكان علينا التعليب يومها وقلت تلف محصولنا قالت عما تتكلمين فقلت طماطمي مليئه بالثقوب السوداء فتفقدت طماطمها وقالت طماطمي بخير فذهبت الى الله وقلت ولكن ما الذي يجري؟ لقد صليت على طماطمي فقال لم أطلب منك زرع الطماطم ولست مسؤولا عن حماية طماطمك بتاتا <applause> هيا <applause> ربما تحاولون أن تزرعوا صيغتكم الخاصة من الطماطم ولا تنجحون أوه هذا ممتع اليوم ربما ما عليكم التخلي عنه هذا الصباح هو هذه الفكره التي تقول انكم غير جيدون كما انتم. هيا قلت ربما عليكم ان تتخلوا عن كره الذات ورفض الذات وانتقاد انفسكم طوال الوقت وربما عليكم ان تدركوا اليوم ان الله خلقكم بيده في بطون امهاتكم اعطاكم شخصيتكم اعطاكم مواهبكم نقاط ضعفكم دعوني اقول لكم شيئا الله يريدكم ان تكونوا انتم ولا يمكنكم بلوغ المستوى التالي الذي اعده الله لكم الى ان تقرروا انكم ستكونون انفسكم امين 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 حان الوقت للتخلي عن بعض الاشياء تعلمون ان توقيت الله ليس دائما مريحا لنا لكنه صحيح دائما يجب حقا ان نتعلم الوثوق بالله واقول لكم فلنثق بالله بلا حدود وان كان الله يتعامل معكم لتتخلوا عن شيء ما فاعلموا انه سيكون افضل لكم ان تفعلوا ذلك قد لا يبدو جيدا الان لكنكم ستكونون شاكرين فيما بعد هذا ما اختبرته في حياتي